جميعا باسم وحدات الفنون. يعني في طبعا إطار مركز دراسات الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، يسعدنا أن نرحب مرة أخرى بالأستاذ الدكتور عبد الكريم المرشيد بعد أن كان لنا معه لقاء في الصبيحة حول حضور التراث والفلسفة في إطار الفروض الاحتفالي. نلتقي هذه الأمسية ضمن برنامج مسارات، وهذا البرنامج كما يعرف بعضكم خاص بلقاء مفتوح بين مبدعين وكتاب ومثقفين ومفكرين وبين الجمهور، لأنه خاص بمساحة غالبا ما تكون مخفية أحيانا مسكوتا عنها أو لا نعرف عنها الشيء الكثير، لأنها ترتبط بذات الكاتب، بسيرته العلمية، بسيرته الفكرية، بحياته، بمسيرته الإبداعية، كيف بدأ الكتابة أو الإبداع، ما هي المراحل التي قطعها، العراق التي اعترض لها، الإنتاجات التي أنتجها، آفاق الإبداع أو آفاق الحياة أو آفاق الكتابة إلى غير ذلك مما يشكل العالم العام الإنساني والإبداعي والفكري للكاتب. من أهداف هذه المسارات أن تكون لنا قدوة، أن نستفيد من تجربة الآخرين، لأنها تجربة حياة، وإن كانت تجربة إبداع ولكنها تلخص جزءا من حياة الكاتب. لذلك كثيرا ما نعرف عن ما كتبه الكاتب، عن إصداراته، عن سلسلته الإبداعية، عن مسيرته الفكرية، ولكن قد لا نعرف الشيء الكثير عن حياته وكيف وصل إلى هذه المسيرة. والأستاذ عبد الكريم برشيد وإن كان قد اختزل جزءا من عصارة إبداعه وفكره ومسيرته الفنية في كتابه غابة الإشارات، إنه يتحدث وكأنه يحكي لنا كيف بدأ وكيف صارع وكيف كتب وكيف انتهى إلى ما انتهى إليه في مسيرته الاحتفالية. تظل كثير من المساحات غائبة عنا، ولذلك نريد من خلال هذا اللقاء المفتوح أن يحدثنا أولا عن بعض المحطات الكبرى في حياته، في مسيرته الإبداعية، ويمكن أن ننبش جميعا في هذه المحطات لما نسترشده ولنستزيده ربما مما نبحث عنه نحن القراء، وقد يعتبره هو شيئا معروفا ومتداولا، ولكنه قد يشكل مناطق قوة في مسيرته العلمية، وقد ننتبه أحيانا إلى بعض الأمور لا ينتبه إليها أو يعتبرها ثانوية، وقد يركز على بعض القضايا الأخرى ونحن نريد أن نعرف قضايا أخرى كذلك. ولا شك في أن تجربة الأستاذ عبد الكريم برشيد التي تمتد على أكثر من 4 عقود تلخصها هذه المسيرة الإبداعية الغنية وهذه المسيرة الفكرية والنقدية والتنظيرية الغنية كذلك. وكما ذكرت في الصباح فقد كتب ما يليف عن 40 مسرحية ذكرتكم في الصباح ببعض منها، بدءا بالزاوية والحومات وعنترة وطير الخيل والبارود وسالف المنجا وعنترة في المرايا المكسرة وقارقوش، وصولا إلى من الرشد بالأبيض والأسود، وآخر ما أنتج هو ثالث ثلاثية عبد السميع يعود غدا، وإن كان
قد كتب من قبل في ثنائيات أو ثلاثيات كما هو الحال في جحا فرحة وشطحات جحجوح، وكتب مسرحيات تأملية كما هو الحال بالنسبة إلى مسرحية غير معروفة هي حكاية قرية اسمها الدنيا، وكذلك مسرحية شبه فلسفية هي الناس والحجارة، وإن كان هذا المعنى الفلسفي حاضرا في كل كتابته، ولكن الخلفية المرجعية الأساسية هي الاحتفالية. كثير من الناس لا يعرفون ربما الأسس دقيقة، وإن كانوا يعرفون الأسس العامة، ولكن هناك أسس دقيقة، المرجعيات الاحتفالية، وإن كان الأستاذ الكريم برشيد قد أبرزها في مجموعة من كتاباته، لا سيما في كتابه الأول حدود الكائن والممكن في المسرح الاحتفالي. ولكن للأستاذ الكريم برشيد كذلك الشق الثاني وهو الكتابات الفكرية، لأنه تحدث في الجانب الاجتماعي كما هو الحال بالنسبة إلى كتابه المؤذنون في مالطا، وكتاب الصعود إلى فلسطين، وهي من الكتابات المهمة في هذا الجانب الاجتماعي والسياسي، وهي كتب يلخص فيها عصارة فكره فيما يخص بعض القضايا الاجتماعية الوطنية والعربية، وكذلك فيما يخص بعض القضايا القومية كقضية فلسطين. وإلى جانب ذلك تعرفون أن الأستاذ عبد الكريم برشيد منظر، وهو من الأوائل الذين نظروا لخطاب مسرحي عربي له مميزاته وخصائصه التي تحث على اعتبار الهوية الجمالية الخاصة أساس الإبداع. قبل أن نتعامل مع الآخر علينا أن نعرف من نحن أولا، من نحن يعني ماذا نعطي للآخر، لأن هذا الآخر يبحث عن ذاته من خلال المبدع. ولذلك فالاحتفالية حينما تعاملت مع هذا المولود الشفوي الشعبي إنما كانت تبحث عن هذه الأنا التي يبحث عنها هذا الآخر باعتبارها أنا جمعية، وإن كانت أنا من منطلق ذات الكاتب فهي أنا جمعية، وهي تلخص ذاكرة الذائقة الجمالية العربية الإسلامية. وقد انتبه الأستاذ عبد الكريم برشيد قبل أن ينظر للاحتفالية سنة 1976 من خلال بيانه الأول إلى هذا الأمر، حينما كان موضوع رسالته في الإجازة هو هذا المحور الأساس المتعلق بتأصيل المسرح العربي، ثم سلسلة من الدراسات كان من أهمها مسرحنا وخطيئة نرسيس. مسرحنا وخطيئة نرسيس هي في الأصل تنظيرات في إطار كتابات نقدية، ولكنه بلور هذه النظرية في بيان الأول الذي صدر 1976 باسم بيان المسرح الاحتفالي، قبل أن تتبلور عبر جماعات المسرح الاحتفالي. وكتاب أستاذ عبد الكريم برشيد بيان، عفوا، كتاب المسرح الاحتفالي الذي يلخص فيه هذه النظرية وتمتد على ما يناهز 15 بيانا، وهي التجربة الوحيدة في الوطن العربي التي امتدت ولم تقف بخلاف التجارب الأخرى التي بدأت ووقفت عند نقطة الصفر كما هو الحال مع بيان مسرح توفيق الحكيم، مسرح طبعا الذي نظره من قلم من أجل قلم المسرحي، وكذلك يوسف إدريس فيما يخص تجربة مسرح السامر، وعلي مرحوم علي الراعي في المرتجلة، وصاد الله النوس كذلك، ومسرح الحكاواتي في لبنان، وكذلك في المغرب مسرح الثالث ومسرح النقد والشهادة، وهي خلاصة التجارب التي عرفها الوطن العربي، وكلها وقفت عند رقم واحد. وغالبا ما نحن الذين نحترف الكتابة نعرف أن رقم واحد هو غالبا رقم تجريبي، جريدة يدخل لك العدد التجريبي
عدد الصفر هو عدد تجريبي، فإن نجح ف له ذلك، وإن لم ينجح فسيتوقف عند ذلك العدد. وعبد الكريم برشيد كما تعلمون إلى جانب هذه البيانات التي تفوق 15 بيانا، وهي بيانات فردية وجماعية وطنية، له كذلك بيانات مغاربية وبيانات عربية. ثم إنه ترجم هذه الفلسفة الاحتفالية، هذه النظرية الاحتفالية إلى العالم، لدرجة أن جملة من إصداراته الآن تترجم بلغات متعددة في العالم، وأصبحت الاحتفالية الآن موضوع الدرس الأكاديمي في مختلف المؤسسات الجامعية. وشخصيا كنت ربما من الأوائل الذين نشروا البحث في الاحتفالية في إطار أكاديمي، لأن أول بحث مغربي، بل أول بحث في الوطن العربي، أول بحث في الوطن العربي حول الاحتفالية كان هو البحث الذي أنجزته في إطار دبلوم دراسات العليا. ومن يعني من جميل الفعل أن هذه الأطروحة، وهي في الحقيقة أطروحة لأنها وإن كانت رسالة دبلوم دراسات العليا، اختارها بعض النقاد في الوطن العربي بدون علمي، وقاموا باستمارة في مصر، فاختيرت لتكون أفضل بحث في الوطن العربي، وحصلت بها على جائزة أفضل ناقد. ما فيهاش الفلوس غير جائزة أفضل. والحقيقة أن الموضوع أحيانا موضوع يساعد على هذا الغناء، لأن الاحتفالية كانت حركة جديدة لم يسمع بها الناس، وكان الكتاب بمثابة تقريب المواطن، قريب القارئ من هذه التجربة، وللآن أصبح لها صدى عالمي، ويشرفنا طبعا أن يكون منطلق هذا الصدى هو هذه الجهة، فالأصل من هنا والصدى هناك، فالحقيقة معنا. ويشرفنا أن يحضر معنا الأستاذ الدكتور عبد الكريم برشيد باعتباره كاتبا له حضوره العالمي، ولكن يحضر معنا باعتباره إنسانا، ومن يعرفه عن كتاب يعرف مدى هذا الوزن الإنساني في شخصية الأستاذ عبد الكريم برشيد. والحقيقة أن هذا الوزن الإنساني هو الذي نقرأه كذلك في كتبه، في إنتاجه، وهذا لو ربما لم يكن هذا الحضور الإنساني خلقي فكري المعرفي إلى آخره، لما كان للاحتفالية كل هذا الوزن وهذا الصدى وهذا الامتداد. فهو سفيرنا في المغرب، سفيرنا في الوطن العربي، سفيرنا في العالم بأجمعه، ويسرنا في إطار المركز، مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية بوجدة، أن يكون ضيفا عليها اليوم. وسيكون هذا الحضور نقطة أساسية، وربما سيشهد بها التاريخ، أن يمر من هنا الأستاذ عبد الكريم برشيد. هذا تشريف لنا جميعا، وسنستمتع معه في هذه الأمسية كما قلت في الصباح ببوح يحدثنا فيه عن سرقته، بسرقته وفطريته، عن مسيرته الإبداعية، كيف كانت هذه الانطلاقة من المدينة التي صار لها إشعاع كذلك من حيث النكت، هي مدينة البركان ولكن لها إشعاعا كذلك من حيث الإبداع، لأن من مواطنها الشعبية، من ساحاتها الشعبية، من علاقاتها، من حضورها الإنساني كانت نقطة البداية. وحين تكون المنطقة نقطة البداية كما أقول صحيحة، غالبا ما تكون النتائج صحيحة. طيب، حدثنا الأستاذ عبد الكريم برشيد، وله الحرية أن يتحدث عما شاء، ولكن نتمنى أن يعود بنا إلى تلك الذكريات لتكون لنا نحن كذلك قدوة ونستفيد منها، قبل أن يصل بنا إلى ما انتهت إليه تجربته من إشعاع
على المستوى العربي والإقليمي. ويشرفنا كذلك في الفقرة التالية أن نحتفي معه بإصداره الجديد مسرحية عبد السميع يعود غدا لنقوم بتوقيعها معا، وسيكون الحوار مفتوحا بيننا طبعا كما هو الحال في إطار برنامج مسارات. ألا والكلمة، وشكرا له مرة أخرى على قبول دعوتي المركز. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا صديقي الدكتور مصطفى رمضاني على هذه التقديم الوافي بكل شيء، وشكرا للمركز، وهو شيء جميل أن يكون هناك مركز للدراسات، لأنني شخصيا أؤمن بالبحث والتوثيق وبالفعل العلمي وبالحفر في القضايا وفي الأجناس الأدبية والفنية. ويسعدني أيضا أن أكون في حضرة أخواتي وإخوتي وكل الزملاء من المسرحيين الذين عايشتهم وقطعنا أشواطا مهمة على درب المسرح. ففي الواقع ليس فقط عبد السميع الذي يعود، ولكن يعود عبد الكريم رشيد أيضا إلى مسقط رأسه، إلى موطنه الأول، إلى الأرض التي عاش فيها طفولته وجرى في شوارعها وأزقتها وتلسم أنسامها وعايش أطفالها الذين أصبحوا الآن رجالا. وبذلك الجميل في الأشياء في الإبداع هو أن يكون إبداعا حقيقيا، أن يكون صادقا. ولذلك أقول بالنسبة للمبدع هو أن يكون صادقا وكفى، بمعنى أن يعي ذاته، أن يعرف أين هو، مكانه، وزمنه، ومع من يعيش، وأن تكون له شبكة من العلاقات الإنسانية الجميلة، لأنه بغير ذلك لا يمكن أن نرى أي شيء. ففتحت عيني في مدينة أبركان في أواسط أو الأربعينيات في نهاية الحرب العالمية الثانية، في زمن ما يسمى بالبون، في زمن صعب جدا والمغرب مستعمرا. ففتحت عيني على صور سلطان المغرب تحت الحماية محمد الخامس أو سلطان سيدي محمد بن يوسف، رأيت العساكر الفرنسيين والبوليس الفرنسي، وعشت في مدينة أبركان كمدينة كان فيها المعمرون الفرنسيون الذين كانوا يمتلكون أجود الأراضي وأخصر الأراضي، وكانت الضيعات الكبرى تحت أيادي الفرنسيين. وبجانبهم كان هناك إسبان من أسر كثيرة من الإسبانيين الذين استوطنوا مدينة أبركان، من الذين هربوا من الجمهوريين من بطش الجنرال فرانكو وعاشوا في المغرب. وكانت هناك أسر كثيرة يهودية وجزائرية، ولكن عظمة المغرب أنه فضاء مفتوح، فضاء للتسامح الديني والتسامح الثقافي والتسامح الفكري. ولذلك
كانت المدينة نوعا من تعيش نوعا من الاحتفالية على مستوى الاحتفالية الدينية والطقوسية، لأن الوالد كان درقاويا وكان يتردد على الزاوية الدرقاوية في بلجرف لأن أصهاره هو الشيخ الهبري، زوجة الوالد بنت الشيخ الهبري الأسماق. أما بالنسبة لأمي وجدية بنت سي محمد الوالي أو بنت إسماعيل الوالي، ولذلك عشت ما بين كنت الأم هي وحيدة والديها، ولذلك الولد الأول أخذ لتربيه الجدة هنا في مدينة وجدة، ولذلك عشت هذه الازدواجية بين مدينتين، مدينة بركان مدينة أشجارها كانت أكثر من الناس فيها، والمدينة كانت عبارة عن نهر شراعة وسواقية وعيون من بينها عين السلطان وولود وهذه البركة. وبالتالي فحتى عندما أردت أن أكتب عن هذه التجربة كتبت غابة الإشارات، واعتبرت حياتي هي مجموعة هي غابة، وأن هذه الغابة فيها مجموعة من الرموز من العلامات ومن الإشارات التي تحتاج لأن نقرأها. فالمدينة كان فيها هذا الغناء، هذا التميز من فرنسيين، كانت لهم قاعة سينمائية هي سينما رويال لصاحبها أدريان، والمدينة كانت فيها بارات أكثر من المقاهي، الجالية الفرنسية كانت قوية جدا وكثيرة، ويوم السبت كان هناك البال، الفرنسيون يقدمون عرضا راقصا، وثبت في ذهني الأكورديون وأحببت الأكورديون جدا والفالز الفرنسية، وكان هذا الخليط كله من العرفة إلى الموسيقى الفرنسية إلى الموسيقى الإسبانية إلى الصحراويين الذين كانوا قد وفدوا على مدينة البركان واشتغلوا في البناء وفي بيع الأعشاب وكذا. فمن هذا المنطلق أقول بأنني وجدت أرضية، لأنه لا أحد يبدع انطلاقا من لا شيء. فإذا هناك هذا، قلت دائما بأن مدينة بركان كانت مدينة الكروم، وكانت تشتهر بصناعة الخمر، ومع أنها مدينة محافظة تصنع الخمر، ولكنها تسكر الخمرة الصوفية، خمرة ابن الفارض، ولذلك كانت هناك هذه الفرق الصوفية من درقاوية إلى مسوية إلى غير ذلك من الزوايا ومن الطرق الصوفية. وكانت هناك مناسبات ما تزال لحد الآن، فعيد المولد النبوي ما أعتقد أنه في غرب المغرب يعطون عيد المولد النبوي ما تعطيه المنطقة الشرقية، هناك يحتفلون بعاشوراء أكثر، في حين أن هنا الاحتفال بعيد المولد النبوي بشكل كبير. وسمعت أهازيج النساء عن تغزلا ومدحا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان
كان هذا الجانب الديني حاضرا الى جانب اخر وهو جانب الحلقه او الحلقيه. ولذلك اعتبرت نفسي دائما تلميذا لهؤلاء الفنانين الشعبيين الذين يعرفون كيف يصورون ويتصورون العالم ويقدمون الملاحم الشعبيه من ملحمه من غزوات النبي الى سيدنا علي وما جرى له مع راس الغول ومجموعه من الفنانين الذين يشتغلون بالسحر ويقدمون العابا سحريه الى كذلك اولاد سيدي حميد موسى بالعابهم البهلوانيه والرياضيه. ولذلك هذه الاحتفاليه الشعبيه لم تكن لتذهب سدى، فكان هناك طفل يعيش هذه التظاهرات احياها يلتقط تفاصيلها. كذلك كانت المدينه تعيش مع لحظات استثنائيه تاتي مع السيرك، عندما يأتي السيرك بخيمته إلى المدينة، سيرك عمار في الواقع في ذلك الوقت، يأتي السيرك إلى المدينة ويقدم استعراض بحيوانات ومن بهلوانين في شارع المدينة، وكنت طفلا معجبا بهذا العالم وكنت أتمنى أن أكون واحدا من، لأن هؤلاء مجموعة من المبدعين ومن البهلوانيين يعيشون عيشة الخجر ويصطحبون معهم زوجاتهم وأطفالهم، وكم تمنيت أن أكون طفلا من أطفال هؤلاء الفنانين الذين يجوبون العالم ويحملون الفرجة الشعبية ويعيشون مع الحيوانات ويدجنون هذه الحيوانات ويكلمونها ويرقصون الكلاب والقطط ويتحكمون في هذه الحيوانات الضارية التي نراها في السينما وتفزعنا، ولكنها تصبح أمام ذلك المروض دليلة وطيعة. من هذا بالإضافة إلى سير كان هناك السينما في مدينة بركان. في البداية كانت هناك قاعتان، سينما الملكي أدريان وسيما زغزل لصاحبها في ذلك الوقت القيد المنصوري، كان صديق الوالد، وكنت ساكنا من السكان الاصليين للسينما. فاستغرب يعني لحد الان فكيف كنت استيقظ مع الوالد في الفجر لأؤدي صلاة الصبح، وبعد ذلك أذهب إلى الفقيه وأستظهر عليه الحزب وأمحو اللوحة وأذهب إلى المقاهي التي كانت أشتغل بالحطب أشي سخن اللوحة، وعندما تأتي التامنة أذهب إلى المدرسة الإسلامية إيكول ميزيلمان اللي هي التي أصبحت مدرسة أبو الخير أو ابن رشد. وبعد ذلك تنتهي وترجع إلى المسجد الجامع وتقرأ الحزب في الحدود التي وصلت إليها. فلذلك فكان وبعد وتدخل الى السينما وتشاهد الحلقه، اعتقد كان اليوم كان اكثر من 24 ساعه، كان عميقا وكان يسع كل ذلك النشاط وكل ذلك الشغب الطفولي الجميل. من عادتي أنني صمود،
أنني أمسك اللوحة ولا أتكلم في الوقت الذي كان التلاميذ ضجيج، فكنت أمسك اللوحة وعندما يجي الوقت أستظهر. كان الفقيه كيقول لي: أنت كي كدير تحفظ؟ ما ساكت، علاش ما كتغوج؟ تلك طريقتي. فقط أقرأ، وكان يزعجني ذلك تلك الأصوات المرتفعة، ولحد الآن أسمع الموسيقى خافتة وأعجب بمغنية ابن الرومي التي يقول فيها: تغني كأنها لا تغني من سكون الأوتار وهي تجيد، فلا تراها تشحط عين لك منها ولا يدر وريد. ولذلك عندي في ابن الرومي شخصية جحض المغني، الرجل عندما يغني تجحض عيناه. وأستغرب دائما مغني ما كي يضطر تقولوا الأوراد وأوداجه وتجحض عينه، في حين أن الغناء هو مثل غناء فيروز، نشاط صغيرة، انسياب. وحتى الشعر الصامت والمهموس ليس هو القعقعات والجلجلة. ولذلك كنت مغرما بالسينما وتابع الأفلام المصرية في ذلك الوقت، وأحببت محمد عبد الوهاب وكلثوم قبل أن يظهر عبد الحليم في وقت متأخر، حتى بداية حتى الأواسط الخمسينات. لأن أول فيلم شفته وهو دليلة في سينما المعراج، كان أول فيلم بالسكوب وبالألوان. بالألوان أول فيلم بالنسبة للعرب. ولذلك السينما أيضا أحببتني في الفن، وأحببت هؤلاء الفنانين الذين يشخصون ويقدمون مواقف جميلة فيها جميع الأحاسيس الإنسانية. ولذلك أقول بأن هذه هي المدرسة الأولى، من السيرك إلى السينما إلى الحلقة إلى الحلقات الصوفية إلى الأعراس. حتى الأعراس في ذلك الوقت، الأعراس والحفلات الزفاف، كانت هناك مجموعة من الأشياء كأنها مسرح. والزفاف الذي كان يستمر سبعة أيام كأنه مسرحية، وفي كل يوم له سينوغرافيا معينة وله سيناريو محدد لا يخرج عنه. فيوم مثلا الصبح الرجال لا يحضرون ويذهبون، مثلا يمشيوا لسيدي حياء او هذا، او كان يمشيوا للويدان او ذلك. ويوم الحنة له طقوسه، ويوم البرزة كأنها مشاهد مسرحية تتغير فيها الأزياء، يتغير فيها المكياج، يتغير فيها الأهازيج، وتغير فيها الرقص، وتغير فيها ديك العيلات كي يتبدلوا الحدوث. أو وكاينة دائما وحدة اللي هي اللي تأخذ البادرة باش تزرع زريعة وزرع الكلام، والآخرين يردوا عليها. هذا من هنا يبدأ الفن، أي من أشيائنا البسيطة، ليس انطلاقا من أنك تبدأ من الأعلى وتذهب إلى لتحب مثلا مزار أو شيكوفسكي أو كذلك، ولكن هذا شيء جميل، ولكن لابد أن تمر إليها من
عبر سلالم وأن تصعد للأعلام من خلال هذا الدرج الذي يصعد إلى الأعلام. ولذلك هذه الفنون هي التي تسكن ذاكرتي، هي التي عندما أردت أن أكتب مثلا مسرحيات الأولى سلف لونجا لم آتي بها من عندي. سلف لونجا هي الحكاية التي كنت أسمع من جدتي، أعطيت ما أعرف. عندما كتبت عن مسرحية الزاوية انطلقت من معايشتي للزاوية، لأن زوجة الأب كانت مقدمة ويوم الجمعة كان عندها الحضرة وكيجيو الفقيرات وتكون هناك العمارة الدرقاوية. هذه الأشياء بالنسبة لعين الطفل لا تخطئها، أشياء تراها العين ولكن تترسب في اللاوعي. ولذلك الآن أنا لا أنسى أي شيء ولو كان بسيطا وبسيطا جدا. أذكر عندي الآن بطاقة تاع سيرفيس مينيسيبو تاع اللي أصبحت بلدية، وكان فيه يداوي فيها فيه يعطى فيه الأدوية. 1950 كان حاشاكم عبد النيكل، ولذلك أكره وأقولها في كتابي أكره لسعة البرد وعضة الكلب، هذا زوج ما. ولذلك كنت هناك على امتداد 21 يوم أخذ حقا في البطن، وبعد ذلك ظهرت لي واحد الحمامة فجريت عليها عملية، فلما أزيلت لم أحس بشيء. ولكن أخطر حاجة أتصورها عندما أراد الطبيب أن ينزع البصمه وكي ينضم ماذا ويزعها ماشي بعنف، يعني تطار معها طرف من اللحم. فهذه أشياء مستبدة بذاكرة.